القرآن الكريم نعلم يا إخوان أنه كلام الله عز وجل، وأن الله أنزله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا، فهو حجة، حجة لك أو عليك. وستسأل عن هذا القرآن الكريم ماذا عملت فيه؟ هل قرأته؟ تقول نعم قرأته. هل فهمته؟ تتوقف قليلا، ما لا ما فهمته، لماذا لم تفهمه؟ ما هو السبب أنك لم تفهم القرآن الكريم؟ هل هو بلغة إنجليزية أو لغة فرنسية أو لغة ألمانية؟ لغة عربية، واللغة العربية سهلة. وربك يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن سهل، لكن الغفلة يا إخوان سلاح الشيطان القوي هو الغفلة. ولذا ينبغي لك أن تهتم بهذا الكلام، كلام الله عز وجل، اقرأه، افهمه، اعمل به، فإنه نظام، نظام دستور علمك ما لم تكن تعلم. فينبغي يا إخوان أن نهتم بالقرآن الكريم، وإن شاء الله سيأتينا الكلام فيه بإذنه تعالى.